This is it. This is where it ends. On me, move! Mate, this is a hell of a time to be checking your Facebook status. Strike back. كل أحد واثنين العاشرة مساء كيسي حصريا على OS Inverse HD. وصلنا مشاهدينا إلى المحطة الموسيقية الغنائية من بعد ما تعبنا نحن وياكم بملفات اليوم الساخنة. وضيفنا هو موسيقي وأستاذ موسيقى، فنان وملحن ومغني، وفينا نقول يمكن الفنان الشامل. هو ضيفنا لنحكي عن كل شيء له علاقة بالموسيقى، بالغناء، بالحفلات وغيرها، واسمه جورج مانوكيا. أهلا وسهلا فيك جورج بحلقة اليوم، وناطرينك نفرفح شوي. أي أكيد، أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك بعيون بيروت. أول شيء في قرابة مع جي مانوكيان؟ لا، من العائلة. بس العائلة عائلة موسيقى، عائلة فنية. إيه يعني عم تتوسع أكثر وأكثر. اليوم جورج، ما بعرف، يمكن هيك لما ينسأل عن اسمك كأنك كنت برات لبنان. أنا ورجعت. مزبوط، كنت عايش برا، كنت بفرنسا، عملت دراسات برا، يعني تخلصت موسيقية وعشت يعني فترة بفرنسا ورجعت على لبنان. هلا رجعت بشكل كلي على لبنان. اهلا وسهلا. هذا السؤال يلي بنساله للراجعين من برا، عن جد لما بنبسط يجوا على لبنان، بس بنقول عاده بيكونوا بلبنان بجربوا يطلعوا تا ينتشروا اكثر ويشوفوا موسيقى الغرب. انت من برا جيت على لبنان، شو حمسك؟ انا لانه اخذت الاكسبيرينس برا، واخذت يعني كل شيء بالفن واشتغلت فيها، وجيت حبيت انه كمان انه ابرزها بلبنان كمان، واقدمها بالمدارس محل ما بعلم كمان، والصعيد الفني يعني كله مرتاح هون. يعني هلا مبدئيا لحديت هلا مرتاح، يعني ان شاء الله. صار لي 4 سنين بس بلبنان. يعني جورج، فينا نعتبرك او انت بتعتبر حالك فنان وموسيقى بالدرجه الاولى، ام استاذ موسيقى وبعدين الفن هيك اجى على طريق الهوايه او ابراز الموهبه؟ لا، انا من انا وصغير بحس انه لازم اكون بالفن، يعني ما خاص كان اكون استاذ. يعني انا بفضل اكون على ستيج وعلى كل شيء اكثر من يعني من المدرسة. يعني بحب الاثنين، بس بحس حالي أكثر أنه على الستيج مع العالم. جورج مانوكيان، عرفنا أنه كنت عم تعمل الدراسة أو عم تدرس بفرنسا تحديداً وقضيت سنوات، بس ما عرفنا هون من لبنان يعني رحلتك مع الموسيقى كيف بلشت، اكتشفت يعني حبك للموسيقى للغناء؟ يعني بدنا رجعك أصغر شوي. أنا وصغير كنت دايماً يعني كنت بالكورال، يعني بالكورال الكنيسة كنا هيك بتبلش. إيه؟ كنا بالكورال. أنا كمان كنت بالكورال، ما صرت فنانة. وأنا كمان كنت غني سولو كمان. كنا هيك يعني، كنت دايما وقت بالمدرسة حتى جورج بدك تقول سولو، بدك تعمل بالمسرح، بدك الرقص، يعني سلموني كل شيء. كنت أنا مثلا حضر، حتى أنا حضر لهم، كنا نعمل امبروفيزاسيون، يتركونا الأساس نحن نحضر، فبقى أنا حضر السكتش، حضر الأغاني، وبلش كله ارتجال يكون. كون ارتجال وكون أشياء محضرة يعني من قبل، بس قصص عفوية بس على قد يعني الحي وعلى قد العمل بالكنيسة. صح؟ مظبوط. وبالمدرسة كمان يعني حتى بالمدرسة كنت بالمدرسة كون دائما المعلمات وكل شيء والرهبات يعني دائما يشوفوا مين صوته حلو مين موهوب، فبقى أنا كنت دائما من بين يعني المختارين يعني. فبقى بلشت هيك يعني. وبشو بلشت؟ شو يعني أنواع الأغنيات اللي كنت تأديها بوقتها؟ كان عندك حسب ما هني شو عاملين بروجرام، ولا يبقى أنت عندك ميول هيك بتسمع من أنت وصغير أغنيات معينة؟ يعني أنا في أشياء كنت أسمع أنا وصغير لأنه بتربيت عليها بالبيت، بس كنا أكتر شيء حس بالفرحة الكبيرة وقت يجي نويل، وقت يجي يعني عيد الميلاد. فبقى كنت هونيك خلص الحماس، وانا بحب ستيل هالاغاني التريتيل كمان يعني، فبقى كنت كتير انتظر عيد الميلاد، حس حالي طاير يعني وقتها. هيدا احلى وقت، هيدا وقت. هيدا انا اساسا بنطير بهالفتره، فكيف اذا واحد عنده صوت حلو وحب للموسيقى؟ في حدا من افراد العائله غايص موسيقيا، ولا انت اول شخص؟ لا، انا بس البابا كان يغني، كان صوته حلو. البابا الله يرحمه كان صوته كتير حلو. كان يغني بشكل رسمي ولا هيك؟ لا، كان يغني نهار الاحد على الطاوله. كان يغني للماما مع كاس العرق. مع كاس العرق يعني. ايه، فبقى انا مبدئيا اخذت منه الصوت. إيه، بس كان صوته كتير حلو، وصوته على جبل يعني. هلا رح نسمع صوتك، انا كنت عم بسمع شوي تمارين برا.
كنا هلا رح نسمع من بعد التمارين مع المايسترو شادي. شادي فيك شادي، شو رح تختار هلا بالبداية؟ رح اختار لما حدا بيعبي مطرحك بقلبي لمجد الرومي. هاي الغنية بحبها كثير، ربينا عليها وقلت خليني بلش فيها حبها. يلا مش جديد شغلت بالي وبالك وبتسأل شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك قصة مش جديد شغلت بالي وبالك وبتسأل شو بتريدي ليش ما بتسأل حالك بعلم اللي بيحبوا ما بيقدروا يخبوا شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي شو القصة يا قلبي شو القصة يا قلبي الله مرة تاني بتسأل قلبك عني بقلك عن حناني وانت بتعرف اني شاء الله مرة تاني بتسأل قلبك عني بقلك عن حناني وانت بتعرف اني قد الدنيا بحبك وانا بلا حبك بدو يفضى قلبي بدو يفضى قلبي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي كبرني يا حبي كبرني يا حبي مطرحك بقلبي قبلك قلبي تشاف الحبك هل محبي ما حدا بيعبي مطرحك بقلبي خبرني يا حبي خبرني يا حبي. ميرسي. حلو كتير. كتير. احلى مقطع فيها هيك الغنيه كلها حلوه وربينا عليها بحبك انت ورايح ايه احلى شيء وشفت شو محبه دغري عشان هو يرتاح يعني مزبوط يعني مها مش مزبوط كمان مها قال مزبوط وجورج قال كمان مزبوط كمان جورج ما عم بيبرش شو ما بنقول بقلنا اوكي فظيع شو محب انا لك اللي بحبه من قلبه بحبهم كثير فلك الله شو محوطني والله محطوطه هيدا عن جد بحبك انت ورايح طب رايح هلا انت رحت
ورجعت. وين رحت على باريس ورجعت وعم بتحضر كمان شيء مع احسان المنذر. مزبوط. انا اشتغلت على السينجل انا واستاذ احسان في مره كنت عم بعمل كونسير مع باسكال صقر، كان كونسير الميلاد، وانا قلت لها بدي بلش انه غني لباسكال. قلت لها مين بتنصحينا عند مين نروح؟ قالت لي جورج بنصحك عند استاذ احسان. قلت لها خلص اوكي، لكن انا اول الربيع بدي بلش اشتغل على غنيه. لحنتها يعني هو كان الموزع لك؟ هو انا لحنتها، هو ضاف علي يعني أوكي. في اشياء يعني زبط. كمان رجع باللحن. حطيت اسمك الى جانب اسم استاذ احسان منذر بالله. مزبوط. وانا لحنتها واستاذ احسان ضاف علي خبرته الفنيه وكلمات رندا لجبور. مزبوط. وكمان تسجيل بالمنذر سوبر ساوند ستوديو. واكيد البرودكشن لإلي حاليا يعني. انا يعني عملت لنا منها سينياتور بالفيرجن ميجا ستار ب 19 الشهر بساحه الشهداء، فبقى كان كثير حلو. صمتت قبل المظاهرات؟ ما زبطت، انا بنفس النهار عم بيقولوا في مظاهرات ومدري شو، بس كانت على الخفيف شو انه مبلشه، وهي فعليا بلشت نهار الخميس الجمعه يعني. ايه فبقى كانت السينياتور كتر خير الله يعني. صار له جمعه تقريبا شو الهدف بالأسوأ من الغناء اليوم؟ يعني لوين حلمك؟ لوين على بالك توصل بالغناء؟ يعني انا حابب قد ما الله بيعطيني قد ما كونسرت اكثر، ولا ممكن أكتر تغني كمان باماكن. يعني انا بغني كثير بالاعراس بالويلكم درينكس يعني هيك ستايل. مش مطعم مثلا لا، هلا اذا استقبلني شيء يعني انا بحس انه برتاح بهذا المطعم بروح. بس ساعات حسب ستايل الاغاني اللي بتقدمه عاده بالحفلات. نحن سمعنا ماجدة رومي بتغني عربي فرنسي انجليزي لغات فرنسي وانجليزي ايطالياني اسباني. اكثر من هلا غني لنا شيء اجنبي لكن قبل ما نطلع بريك. اي اكيد بنغني سيلين ديون بارلي ا مون بير. اي كثير حلوه الغنيه. لكن غيرنا اخر ايام الصيفيه بنرجع على بس لا لما حضرتها بفيغاس لسنين ديون ارتاحي حضرتها، كانت اول مره بعد سنوات عدوي. هلا لانها رجعت عم بتطمني انا احجوز راح احضرها كمان معها. اخر ايام الصيفيه نرجع من دبلجه من ترجمه بعد البريك. اوكي آخر أيام الصيفية والصبي شوي شوي وصلت عساحة ميس الريم وانقطعت فينا العربية. آخر أيام الصيفية والصبي شوي شوي وصلت عساحة ميس الريم وانقطعت فينا العربية. لا 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 لا. آخر أيام المشاوي في غيمي زرقا برد كتير. آخر أيام المشاوي في غيمي زرقا برد كتير. وحدي من سير ساحر مدين أنا والليل وغني. آخر أيام الصيفي والصبي شوي شوي وصلت عساحة ميس الريم وانقطعت فينا العربية. زمانك في دكاني بالحي وبنيات وصبيان نيجي نلعب عالمي. يبقى حنا السكران بالهوى على الحيطان عم بيصور بنت الجيران. لاي 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 لاي. اوعى تنسيني اوعى تنسيني وتذكري حنا السكران. نحن
احنا والعصافير كنا بالحي ندور صوب الدكان نطير حاملين غمار زهور يبقى حنا السكران الهوى على الحيطان عم بيصور بنت الجيران لاي 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 تذكري حنا السكران. شكرا لك وشكرا لشادي عم بيرافقك. نحن كنا طلبنا لسيلين ديون بس بين هون هونيك في مسافه ما سمع شو بدنا بس بعد شوي.